دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق الاهلي اتعادل سلبيا مع ترجي تونسي في المباراه اللي جمعتهم باستاد حمادي العقربي في رادس، وده بذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. هتقام مباراه العوده السبت المقبل باستاد القاهره. نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش توجت ببطولة العالم الإسكواش التي أقيمت في متحف الحضارة بمصر في الفترة من 9 إلى 18 مايو، وفازت نوران جوهر على نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-1. منتخب مصر للساق الواحدة اتعادل مع نيجيريا سلبيا في افتتاح بطولة أفريقيا للساق الواحدة في اللقاء اللي أقيم امبارح على استاد السلام. فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يحقق موسم اللا هزيمة، وده بعد فوزه امبارح على فريق أوكسبورغ 2-1 لينهي الموسم دون أي خسارة. فريق أينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوف النجم المصري عمر مرموش اتعادل مع فريق لايبزيج بنتيجة 2-2 في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الألماني، وبيحتل فريق فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الرابع برصيد 65 نقطة. فريق بروسيا دورتموند الألماني حقق فوز كبير على فريق دارمشتات بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني، وبيحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، فيما يأتي دارمشتات الترتيب برصيد 17 نقطة ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية. فريق بايرن ميونخ خسر أمام هوفنهايم بنتيجة 4-2 في المواجهة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني، وأنهى بايرن ميونخ مسابقة الدوري الألماني محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، فيما يأتي هوفنهايم في المركز السابع برصيد 46 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.